مالك مزنا مشاهدينا الكرام، تعود الملكيه لسهيل بن سلطان بن رشيد الاكتبي في هذا الفوز والانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا الكرام في كل مكان، احييكم مع هذه الصورة الجميلة من المخرج العزيز أسامة الهواري الذي يرصد لنا التوقيت الزمني الأفضل حتى هذه اللحظة مع الرصاد 7 دقائق 50 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا الراشد بن علي بن رشيد الاكتبي على فوز الرصاد بناموس الشوط الأول لبكار المحليات، والتوقيت الزمني ما زال هو الأفضل تحت أقدامها. هكذا يسير وينطلق هذا الشوط الذي يحمل في طياته الأسماء القوية والأسماء الرنانة في شوطنا السابع الخاصة للمحليات القعدان لسن اللقاية، بداية مع جويزان يقدم محمد بن حمد بن سليمان الجبرين. اللحظات الأخيرة واللحظات الخطيرة، ما زال المسيطر ضرغام مع المركز الأول. ينطلق ضرغام أحمد بن فارس بن علي الخاطري، الله، وشاهين، شاهين مع المركز الثاني. أحمد بن سيف بن سالم النيادي غير واحتل المركز الأول، ما شاء الله، سلالة شاهينية، سلالة شاهينية، وحب مع النواميس لا ينتهي مع شاهين. الله يا النيادي، تهانينا، تهانينا لأحمد النيادي على هذا الفوز الجميل. تهانينا لك يا أحمد، يا بن سيف، يا بن سالم النيادي على الفوز في المركز الأول. المركز الثاني ضرغام أحمد بن فارس بن علي الخاطري، تهانينا والناموس. وثالثا جويزان محمد بن حمد بن سليمان الجبرين، ورابعا ظبيان عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي، وخامسا المارد علي بن سالم بن سعيد العامري. هكذا هو التوقيت الزمني لحظة وصول وفوز شاهين. تهانينا لأحمد بن سيف بن سالم النيادي على هذا الفوز. التوقيت الزمني 8 دقائق 8 أجزاء من الثانية، 8:08، بينما المركز الثاني أيضا يحمل الرقم 8. تهانينا لمالكي ضرغام حميد بن فارس بن علي الخاطري، 8 دقائق 8 أجزاء من الثانية. المركز الثالث جويزان، تهانينا لمحمد بن حمد الجبرين على هذا الفوز، 8 دقائق، نحن بانتظار الثواني 5 ثواني. تهانينا والناموس.